طريق الانتصارات مجددا بعد ان كان اخر فوز للنواخذة امام السينية بخمس اهداف مقابل لا شيء. سيباستيان سوريا يبدا هذا اللقاء. الله ملك وعوامره. تأتي البداية، هذه هي الإعادة، وهذه هي التبريرة، وهذه هي الانطلاقة، وهذا هو التحرك، وهذا هو سبيسيال سوريا الذي يعرف جيدا كيف يستغل فرص كهذه، ويعرف كيفية إنهاء كرة كهذه في الشباك لتبدأ هذه المواجهة مبكرا مبكرا جدا. هدفين الدوري ينطلق دالا، يتقدم دالا، دالا قد يعيد النواخذة، كرة في مكان ممتاز والكرة. الله، كنا ننتظر هذه البداية الرائعة. يوسف عبد الرزاق سولي الكرة إليه، فأنه قادر 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 على أن يصنع الخطورة. انطلق، شوف الخطوات، شوف التقدم، شوف السرعة، وبعد ذلك النقلة بهذه الطريقة. يا لها من بداية لهذا اللقاء، يا لها من انطلاقة لهذه المواجهة العرضية. ويوسف يوسف عبد الرزاق يعيد الوكرة للمباراة لنعود مشاهدينا. الأول 1-0 لنادي قطر أو للوكرة، كان ربما لن تكن كذلك، لكن لا وجود للتعادل، لا وجود للتعادل في مباراة بقاء الملك في مربع الكبار، لا وجود للتعادل في مباراة بقاء واستمرارية، وربما ينتهي بالتعادل، لكن ذلك يتغير في لحظة، ذلك التعادل يتغير في لحظة، في لقطة غفل مرة. مينديز لم ينجح بأن يقوم بدوره على أكمل وجه، وبالتالي الهدف الذي يسجل الآن 2-1. جاسم الجلابي، الجلابي ينجح في أن يضيف الهدف الثاني للملك في توقيت رائع.